انت ليه دايما بتحطي العصر بدولي بقى؟ هي المواضيع سنوية بنحكي فيها بعدين. سنوية؟ سنوية؟ انك تكون تاجر مخدرات هذا موضوع سنوي؟ ما بدي افهم انا انك تضرب مرتك هذا موضوع سنوي؟ شو الاولويات بالنسبة لك؟ علمني. انا قصدي انا وانت. لا 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 هالكلمة اللي قلتها هي اللي صح. انت وبس. الحق مو عليك، الحق علي انا اللي خليك تستغل صحبة العمر وتقنعني اللي عن اللي عم نعمله شي عادي مو غلط. قنعتك؟ لا حبيبتي، عمرك 3 سنين بدو مني اقنعك؟ في شي مرة جيتي قلتي لي انك حاسة بالذنب؟ لا لا، بعدين انا استغليتك. ايه لا، انت شو كنت عم تعملي؟ مين اللي استغلت صاحبتها لتقضي اكثر وقت مع جوزها؟ مين اللي عملت ضرب بصاحبتها نهار اللي عملت له سيربريز لجوزها؟ مين اللي استغلت وسام وعلاقتها بصاحبتها لحتى تسم له بدنه لصاحبها؟ ليلى دفنينه سوا. انا لما بسكت بكون انا جاي عبالي اسكت، بس انا وانت واحد، فولي ونقصم 2.